مين مننا ما بيحتاج اكيد لسند؟ وهذا السند مهم كثير بحياه كل شخص فينا، وعلى فكره هذا الشيء مو بس بالزعل، اكيد بالفرح والنجاح ما منحس بطعمه الحقيقي الا لما نحسه مع اشخاص هن بيحبونا وبيدعمونا. والشباب يلي عايشين على هي الارض الطيبه من بعد سنين الحرب الطويله يمكن هن اكثر الاشخاص يلي بيمس الحاجه لحتى يكونوا سند بس لبعضهم. يعني قد ايه حلو هذا الحكي اللي عم تقولي. لهذا السبب تكون فريق سند التنموي قبل 10 سنين، وكان بكل يوم عم يمرق بيواجه صعوبات اكثر واكثر، بس ايمان كل حدا انضم له بكل صدق هو الشيء اللي عم بيقدمه كان بكل مره، وعم يخليه بكفه الميزان ترجح لصالحه يعني بكل سنه عن سنه. سند كملت السنه العاشره بتاريخ 9/9 واحتفلوا بهذا الشيء على مسرح دار الاوبرا. خلينا نشوف تفاصيل اكثر بهذا التقرير مع زميلنا غياث منصور. 100,000 شاب وسوري بكل بقاع الأرض في سوريا من خلال 90 مشروع وفعالية. هاي المشاريع كانت بتشبه طاقاتهم وشغفهم للشباب، بتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم للمستقبل. كنا عم نحاول بكل مرة من تجاربنا معهم إنه نكون النسخة الأفضل من حالنا معهم. أحسن قناص بالعالم أنا ببجي. كاسة كاسة ربع ست كاسة إن المستقبل سيكون لكل شخص جعلت نفسه هذا اليوم كثير بيعني لنا. ما بدي اقول احنا عم نطوي صفحه، لا، احنا عم نختم الصفحه ونوقع عنا لنفتح صفحه جديده ونكون سند للشباب ونكون سند الشباب. فان شاء الله هذا اليوم يكون مهم لنا ولكل الشباب السوريين. قريبا يعني في ايفنت، يعني احنا الرؤيه الجديده هي فيها مجالات جديده، عم بدنا نوصل لشرايح جديده، نوصل لشباب جداد. فان شاء الله اكيد يعني احنا الرقم ماله مهم على قد ما مهم الاثر اللي عم نحققه مع الشباب. شغل سند الرئيسي هو بصراحة تأمين فرص العمل، تمويل المشاريع تبعهم. اليوم نحن ندعم المشاريع الصغيرة، المشاريع الريادية، موضوع العمل المستقل كثير كمان بالنسبة لنا موضوع. أي خيار من خيارات شباب بيساعده ليتمكن اقتصاديا ويبلش حياته المهنية أو حياته بشكل عام، فنحن أولوية عاطينه وداعمين له. السند هو مو من الشباب للشباب بس، حتى من الكبار للشباب. نحن أمهاتهم وأبهاتهم أخواتهم، فلازم يكون في مد يد العطاء او المساعده او انه نساعد بعضنا. هن بيساعدونا ونحن بنساعدهم. بالنهايه نحن مجتمع متواجدين مع بعض، بس هلا الفرصه الاكبر للشباب فيما اذا كانوا من يتحمل المسؤوليه. والحمد لله افرزت الازمه جيل كثير جميل على صعيد ثقافه يعني التطوع. فهذا الجيل يعني بيرفع الراس من شباب وصبايا عندهم أفكار وعندهم طموحات كانوا بحاجة لمين يدعمهم. والحمد لله المجتمعات الأهلية والجمعيات عم تدعمهم. بالرغم من العتمة قدموا كثير مساعدات لكثير شباب وفرص عمل وتدريبات وكله تحت العمل التطوعي يعني. فبعد 10 سنين الحمد لله كبرت عيلتهم وما زالت عم تكبر ورح تكبر. فكان لي حظ الحلو اني انا شاركت بحفل اطلاقهم، والاحلى اني انا لعبت دور مو شخصيه من لحم ودم، لعبت دور فكره رمزيه اللي بتمثل هي سند شو. وبالنهايه يلي ما بيكون سند للاخر ما راح يلاقي سند بحياته. كانت تجربة جدا جدا مهمة بالنسبة لي أنا وأكيد بالنسبة للشباب. وبرجع بقول أنا كثير مبسوط وإلي شرف إني عم مثل شباب جيلي الطموحين، لأنه هذا الجيل عظيم عن جد ورح يحقق نجاحات كثير كبيرة رح تتسجل بالتاريخ. ومهم كثير إني أدعم أولاد جيلي الطموحين وأعمل هيك تجربة ضخمة يعني وحلو بهيك مكان مثل دار الأوبرا. يعني أكيد هذا الشغل عموما عروض البصرية بتعتمد على الفيجوال آرت، هي بتاخذ وقت كثير من التحضير والتجهيز،
ويعني شوي صعبه هون عموما بسوريا التجهيز لها صعب. الحمد لله قدرنا نتغلب على كل الصعوبات، قدرنا نعمل نتيجه بما انه عم نتوجه للشباب، حاولنا نكون بلغه جديده تواجه او تتوجه للشباب بهيك باسلوب معاصر وعصري نوعا ما. صراحه انا حبيت كونسبت سند، الطريقه اللي عم يشتغلوا فيها، التوجه اللي عم يشتغلوا فيه، فحبيت كون جزء من هذا المشروع صراحة من أول يوم قعدنا. نقول صرنا 10 سنين من العمل والجهد وإن شاء الله مكملين نحن مستقبل ما ذكرت حضرتك. الأهمية هي حاجة، يعني ما فيني أقول قد إيه أهمية قد ما فينا نحكي عن الحاجة الموجودة. ما بينخفى عنا الشباب السوري اليوم هو كتير بحاجة لجهة مثل سند هي عم تساعد، ونحن يعني خلينا نقول عبر المايك تبعكم إنه بتمنى من كل الجهات اللي حضرت أو اللي سمعت أي حدا حيصل شيء من اليوم هي تكون عم تفكر كيف بدها تكون سند للباقي وللشباب، لأنه هي فعلا خلينا نقول يعني هي بوصلة حتى يقدر الشباب يقدر يعرف لوين يتوجه نحو المستقبل.